يهود يعيشون معنا على هذا الكوكب وليسوا في عالم آخر، نعم. ويمكن التواصل معهم والاطلاع على كتبهم بسهولة. جيد، نسأل اليهود: أيها اليهود، هل تحتفلون اليوم بنجاة موسى؟ يقولون نعم. ما اسم هذا العيد؟ اسمه عيد الفصح، الفصح، والذي نعم. يكون عادة في شهر أبريل، يعني في إبريل. نعم. أيها اليهود، هل عندكم يوم عاشوراء؟ يقولون نعم. متى تاريخه؟ هو العاشر من تشري، يعني من أكتوبر. تصومون هذا اليوم أيها اليهود؟ يقولون نعم. بأي مناسبة؟ يقولون هذا عيد الغفران. عيد الغفران. اليهود عندهم عاشوراء، واليوم الذي يصومونه يوم عاشوراء، لكن عاشوراء اليهود هي عيد الغفران، يوم الغفران، لا علاقة لها بنجاة موسى. العيد المرتبط بنجاة موسى هو عيد الفصح، وهو 17 يوم تقريبا. أما العيد الذي هو عاشوراء، العاشر من تشري، والذي هو يوم واحد يصام، هو يوم الغفران، واسمه صوم الكيبور. الذي كذب ووضع رواية الصوم جمع بين يوم عاشوراء اليهودي وبين عيد الفصح، وبالتعبير العام ضربهم بالخلاط وأخرجهم في يوم واحد. جميل. يعني فقط نرجع للتقويم اليهودي وننظر، نعرف أن الذي وضع هذا الحديث هو إنسان مسلم، لكن لا يميز بين أعياد اليهود، وهذا أفضل دليل على أن القضية كذب. صوم العاشر من تشري عند اليهود لا علاقة له بنجاة موسى عليه السلام، الذي هو في عيد الفصح.